الليلة معانا معاد مع السيد التابعين في زمانه، العالم الجليل سعيد بن المسيب. نشأ سعيد بن المسيب في المدينة وكان بيدور على العلم من صغره، فكان بيدخل بيوت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم منهم. ده غير أنه تتلمذ على يد عدد كبير من الصحابة، منهم زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وسيدنا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم من كبار الصحابة. ومن شدة حب سعيد للعلم تزوج من بنت سيدنا أبي هريرة، عشان والدها الحقيقة كان مش بيفارق النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أكتر الصحابة رواية عن النبي الحديث. من شدة نبوغ سعيد بن المسيب وتفوقه كان بيفتي للناس والصحابة أحياء، يعني الصحابة موجودين هو اللي بيفتي، وقال عنه الناس اللي عصرته إنه سيد التابعين وأعلم العلماء وأفقه الفقهاء في عصره. كان سعيد بن المسيب عنده مهابة عند الناس، لدرجة إن واحد من معاصريه اسمه عبد الرحمن بن حرملة قال ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. يعني بالبلدي كده إحنا قدام عالم من الوزن التقيل. الصراع اللي حصل على منصب الخلافة بين سيدنا عبد الله بن الزبير وبين الدولة الأموية، كان سعيد بن المسيب شايف إن منصب الخليفة لازم يجتمع عليه الناس كلهم، لأن الخليفة رمز لوحدة المسلمين، والرأي ده بتاعه سبب له مشاكل مع الطرفين المتنازعين على الخلافة. كان عبد الله بن الزبير معاه الحجاز واليمن ومصر والعراق وخراسان وجزء من بلاد الشام، لكن كانت دمشق وجزء من بلاد الشام تحت بيعة الأمويين بقيادة عبد الملك بن مروان. المهم إن والي المدينة اللي هو كان تابع لعبد الله بن الزبير راح لسعيد بن المسيب وطلب منه مبايعة الزبير عبد الله بن الزبير، فرفض سعيد وقال له لن أبايعه حتى يجتمع عليه الناس. زعل الوالي فجلده 60 جلدة بالكرباج. فبلغ الموضوع ده عبد الله بن الزبير، غضب جدا عبد الله بن الزبير وقال للوالي ما لنا ولسعيد المسيب، دعه، يعني سيبه مالكش دعوه بيه، خلي سعيد ده لوحده. بعد هزيمة عبد الله بن الزبير واجتماع الناس على عبد الملك بن مروان، حب الخليفة الجديد انه يشتري ولاء سعيد بن المسيب. يشتريه ازاي؟ سهلة قوي، زي ما عمل عبد العزيز بتاع السعودية ده. فراح يخطب بنت سعيد بن المسيب لابنه الوليد بن عبد الملك. شوف بقى العز، شوف الهنا. لكن سعيد رفض انه يناسب الخليفة الجديد، وجوز بنته لشاب فقير من تلامذته اسمه ابن أبي وداع. والحكاية دي هنحكيها بعد شوية، يعني جوه الحلقة. يعني بعد ما الأمر استقر لعبد الملك بن مروان زار المدينة، وفي يوم على العصرية بعد ما قام من النوم نادى على الحاجب بتاعه وقال له يا ميسرة اذهب إلى مسجد رسول الله وادع لنا أحد العلماء ليحدثنا. فراح ميسرة ده المسجد النبوي دور على عالم، قاعد يدور ما لقاش غير حلقة علم كده واحد قاعد فيها شيخ كبير السن، فقاعد يشاور للشيخ، نفض الناس وتعلنا، والشيخ مش راضي يعبره. فقال له ميسرة ألم ترى أني أشير إليك؟ فسعيد قال له وما حاجتك؟ فميسرة قال له إن أمير المؤمنين صحى من النوم ويريد أن أحد العلماء ليحدثه. فالشيخ قال له ما أنا من حداثه، أنا مش بتاعه يعني. فميسرة قال له ولكنه يريد محدثا ليحدثه. فسعيد بن المسيب قال له إن من يبغي شيء يأتي إليه، وإن في حلقة المسجد متسعا إذا كان راغبا في الحديث. يعني بالبلدي كده صاحب الحاجة يجي المسجد والعلماء المحترمين ما بيروحوش لحد، حتى لو كان الحد ده هو الخليفة. فلما رجع الخادم وحكى للخليفة، فتنهد عبد الملك بن مروان وقال له دعه فذلك سعيد بن المسيب. بعد فترة حب عبد الملك بن مروان ياخد البيعة لولاده من بعده الوليد وسليمان.
فبايع أهل المدينة كلهم إلا سعيد بن المسيب. فبعت للوالي بتاعه يأمره أنه يهدد سعيد بالأكل لو أصر على الرفض، يأمره أنه يقعد في البيت وما يخرجش منه، وإن رفض القصة دي يتجلد ويطاف بيه في الأسواق المدينة. وفعلا يروح الوالي لابن المسيب ويقول له أنه قد قدم فيك كتاب من عبد الملك بن مروان، إن لم تبايع ضربت عنقك. فرفض سعيد وقال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، والله لا أفعل. أيقول الناس بايع سعيد بن المسيب؟ ما أنا بفاعل. فالوالي قال له طب خلاص اجلس في بيتك فلا تخرج إلى الصلاة أيام. فقال سعيد وأنا أسمع الأذان فوق أذني حي على الصلاة حي على الفلاح، ما أنا بفاعل. فضرب الوالي 50 جلدة، يعني 50 صوت، ثم طاف به في الأسواق المدينة. بيحكي واحد من اللي حضروا وقعة الجلد إن سعيد لما جرد من ثيابه ليضرب على ظهره، واحدة ست كده واقفة قالت إن هذا لمقام الخزي. فقال لها سعيد بن المسيب من مقام الخزي فررنا، يعني مش ده مقام الخزي، ده مقام الخزي اللي أنا كنت أعمله. عاش بعد كده سعيد بن المسيب وعليه مهابة العلم والإيمان والثبات على الحق، وده اللي خوف منه الأمراء والملوك. بيحكي واحد من تلامذته إنه سأل سعيد بن المسيب مرة وقال له مالي لا أرى الحجاج لا يبعث إليك ولا يؤذيك؟ فقال ابن المسيب والله ما أدري إلا أنه دخل ذات يوم مع أبيه المسجد فصلى لا يتم ركوعها ولا سجودها، فأخذت كفا من حصى فضربته بها وقلت له يا سارق يا خائن تصلي هذه الصلاة؟ لقد هممت أن أضرب بهذا النعل وجهك. فكان الحجاج بيقول بعدها ابن المسيب خير معلم ومؤدب، ما صليت صلاة بعدها إلا وتذكرت قوله لي فما زلت أحسن الصلاة بعدها. لكن قبل ما نسيب سعيد بن المسيب خلينا نسمع حكاية زواج بنته من أحد تلاميذه على لسان العريس نفسه ابن أبي وداع. بس افتكر معايا ان انا قلت لك ان الوليد راح يخطب بنته يعني لابنه، فقال له لا انا، قال له مش عايزها مش هجوزها، رفض الجواز. لكن في الوقت ده بقى جوز بنته من ابن ابي وداع ده. وابن ابي وداع بيقول كنت اجالس سعيد بن المسيب ففقدني ايام، بقى له كتير ما راحش يعني، فلما جئته قال اين كنت؟ فقال توفيت زوجتي فانشغلت بها. فقال ألا أخبرتنا فشهدناها؟ فقال له الولد وقال أيضا ثم أردت أن أقوم، الولد يعني شاب عايز يقوم، فقال له هل استحدثت معه يعني اتجوزت غيرها؟ فقال له يرحمك الله ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين، مين اللي هيجوزني بنته وأنا ما عنديش غير 2 درهم؟ حد في العالم عائلة؟ فقال له أنا أجوزك بنتي بالدرهمين دول. فقال أو تفعل؟ فقال له سعيد نعم، ثم حمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين. رجع ابن أبي وداع على البيت وهو مش مصدق نفسه من الفرحة، وعلى المغربية كده لقى الباب بتاع بيته بيخبط وسعيد بن المسيب في إيد وبنته العروسة لحد البيت، وقال له إنك كنت رجل أعزب يعني فتزوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك، يعني أنت كنت رجل متجوز وبعدين بعد كده مرتك يعني بقت عازب فأنا كاره إنك تبات لوحدك وهذه امرأتك، وساب له فلوس تعينه على مصاريف الزواج. واحد من أصحاب المسيب بعد كده سأله أترد خطبة أمير المؤمنين وتزوج ابنتك من رجل من عامة المسلمين؟ فقال له إن ابنتي أمانة في عنقي وقد تحريت فيما صنعته لها صلاح أمرها، يعني تحريت فيما صنعته لها صلاح أمرها. قال له إزاي معقولة الرجل معاه درهمين بس وطعامه خبز وزيت وبيته كوخ وخطبها ابن الخليفة وده أحسن لها؟ فقال له ما ظنكم بها
إذا انتقلت إلى قصور بني أمية وتقلبت بين رياشها وأثاثها، وقام الخدم والحشم والجواري بين يديها وعن يمينها وعن شمالها، ثم وجدت نفسها بعد ذلك زوجة الخليفة بعدما يتولى الحكم، أين يصبح دينها عندئذ؟ هيبقى دينها فين؟ رحم الله سعيد بن المسيب سيد التابعين وفقيه الفقهاء.